سيارات تتواجد في قرب مراكز الانتخابات فيها مجموعات يعني تحمل مبالغ معينه، حقيقه ما تم تصويرهم، يعني هذا الخطا حتى حقيقه. هذا طبعا خارج، يعني احنا اليوم هسه يقول لك انا المفروض يقول لك انا ما لي علاقه، انا المفروض يقول لك انا علاقتي وين؟ علاقتي مع داخل الحرم الانتخابات، انا مسؤول كموظف ومرد الناس ما لهم علاقه بهذا الاجراء، لكن اتكلم لك عن القوه السياسيه. حقيقه سيارات معينه تقف امام كل مركز انتخابي تشتري ذمم الناخبين، وعمليه الشراء حصلت بوقت مبكر، يعني حتى مو ما قبل الانتخابات تم الوصول الى اعداد كبيره من الجماهير وتم شراء اصواتهم بشكل كبير والتنسيق معهم للذهاب ليوم الاقتراع وتسليم المبالغ، وبالتالي هذا حقيقه يعني عرف فاسد حقيقه يؤسس لي يعني قواعد سياسيه شاذه في المستقبل، وبالتالي يؤثر ايضا على شكل طبيعه القوى السياسيه التي تصعد للبرلمان ومدى يعني قبولها من قبل النخبه في الشارع العراقي، وايضا ينعكس على حجم ادائها.